اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الفيديو الاول هضرنا على انتروداكسيون، شفنا الفرق بين ناتيف و هايبريد ابليكيشن. الفيديو الثاني شفنا لاستالاسيون ديال كوردوفا. الفيديو الثالث غادي نكريو ان شاء الله اول ابليكاسيون ديالنا الاندرويد بكوردوفا. باش نكريو ابليكاسيون اندرويد بكوردوفا تنمشيو فقط، غنحيدو هذه الباوربوينت، تمشيو فقط نوت جي اس، تيرمينال ديال نوت جي اس اللي انستالينا ماشي ديال البي سي ديالنا. قبل ما ندخل للتيرمينال كريو واحد الدوسي اللي غادي نبدا نحطو فيه لي زابليكاسيون اللي غادي نخدمو عليهم في هاد الفورماسيون ان شاء الله. خليها سميتو نوفو دوسي نيت. تندخلو للدوسي، تنديرو كوبي لهاد اللين ديالو، تنجيو للتيرمينال ديال نوت جي اس، نحطهم هنايا باش يبان مزيان. تنجيو للتيرمينال ديال نوت جي اس، نكتبو سي دي اسباس كولي. كولي لاش لداك اللين ديال الدوسي اونتخي، باش نبقاو حنا خدامين في هاد الدوسي هذا. في وسط الدوسي غادي نكريو اول ابليكاسيون كوردوفا. كوردوفا تنقول ماشي اندرويد دابا ولا اي او اس، اول ابليكاسيون كوردوفا. غادي نبداو الكوموند هي باش نكريو ابليكاسيون كوردوفا. اي سوفي باش نكتبو واحد الكوموند، كوموند وحده تكري لنا بروجي كوردوفا. كوموند هي كوردوفا كرييت، ونعطيو دابا نعطيو سميت لابليكاسيون، نسميوها تيست اب. سميت لابليكاسيون تيست اب. من بعد سميت لابليكاسيون خاصنا ندخلو في هاد الكوموند هذا سميت الباكيج نيم. شنو هو الباكيج نيم؟ الباكيج نيم هو الاي دي ديال لابليكاسيون ديالك عند جوجل. دابا حنا غادي نكريو ابليكاسيون اندرويد ياك، قلنا غادي نكريو بروجي كوردوفا من خلاله غادي نكريو ابليكاسيون اندرويد. بما اننا غادي نكريو ابليكاسيون اندرويد، ابليكاسيون اندرويد غادي نحطوها في بلاي ستور. جوجل في بلاي ستور ديالو تيعرف لي زابليكاسيون ماشي بسميتو، باكيج نيم ديالو بحال شكل اي دي. مثلا عطينا هنايا شي باكيج نيم ديجا كاين في بلاي ستور، نهار غادي نبغي نحطها في البلاي ستور غادي يقول لك جوجل هاد الباكيج نيم ديجا كاين، سير بدلو لابليكاسيون ديالك وعاود جي حط لابليكاسيون ديالك عندي مرحبا بك. وغالبا ما تي احتمال قليل انك تكتب شي باكيج نيم ديجا شي واحد اخر داير، حيت كل تيكتب باكيج نيم خاص بالبروجي ديالو تي شي ديمو كلي هكا عنده ما علاقه بداك البروجي. مثلا حنا بينا نديرو ابليكاسيون سميتها تيست اب، نديرو باكيج نيم تيست بوان تيست بوان تيست بحال هكا. باكيج نيم تكتب على الشكل مو بوان مو بوان مو، هذا هو السانتاكس ديالو، كلمه بوان كلمه بوان كلمه. هنا جي اللي عجبك بين في هاد اليوم هادو. من بعد كوموند خصها واحد بارامتر اخر اللي هو سمية ديال الدوسي، فاش غادي سمية البروجي، غادي سمية لابليكاسيون. نهار تبغي تحطها في بلاي ستور الناس بطل عليهم هاد السمية هادي تيست اب، نهار بغيو تيليشارجوها من بلاي ستور تيست اب. دابا هي سمية البروجي اللي بينا كريو كوردوفا، نعطيو هاد السمية نسميو اب تيست. راهم مقلوبين، نزيدو كاع تشريت الويت باش يكون واضح. اب تيست فوالا، هادي هي الكوموند اللي تخلينا كريو بروجي كوردوفا وبالتالي بروجي اندرويد. كوردوفا كرييت تيست اب تيست بوانت باكيج نيم اب تيست، سميت الدوسي، نديرو اونتخي. شوف الميساج غادي يعطيك هنايا كرييتين ا نيو كوردوفا بروجيكت، صافي هو كريي لنا كوردوفا بروجيكت. دابا هاد كوردوفا بروجيكت حتى الان بروجي كوردوفا، ماشي اندرويد ماشي اي او اس ماشي شي حاجه، بحال قلتي بروجي ويب وصافي. الفيشي جافا سكريبت و سي اس اس و اتش تي ام ال كاينين في هاد الدوسي دبليو دبليو. ها هو اندكس بوان اتش تي ام ال، فيشي جي اس اندكس بوان جي اس، هذا هو اللي تتموديفي فيه تحط فيه تحط في الكود جافا سكريبت ديالك، وهنا تحط الكود سي اس اس ديالك في الاندكس بوان سي اس اس. ام لو كاع ماشي مشكل،
Oh, هذا CSS. هذه image لبحت لي image في الابليكاسيون ديالك. هذا كود JavaScript. وهذا كود HTML تعطيوك هما باغ ديفو. هما باغ ديفو تعطيوك واحد كود HTML اللي هو هذا. الا حلينا هذيك باج HTML واش غادي نلقاو؟ غادي نلقاو هاد فوتو حدا هاد الكتبة هادي. درت هاد انسبكتي باش عطيني فورمات الموبيل اللي ما لقاش هادي على البداية في كروم. بالنسبة لي انا تخدم بكروم. يجي كليك على هاد البارتي هادي هي هي تخليك تشوف لي فورمات الموبيل اللي بغيتي تشوف في الابليكاسيون ديالك. مثلا قدرت بتشوفها كي غادي تبان في S5 بيكسل 2 ايباد ايفون اكس الى اخره. فوالا قلنا هادي هي لاباج HTML. هادي هي اللي تتولي لانترفاس ديال لابليكاسيون ديالك. تنحيدو هادشي هذا مثلا. هي هادي نحيدو كلشي كاع حنايا. نحيدو كونترول ا ونحيدو نكتبو HTML ونديرو تابيلاسيون. هادشي اللي مزيان في هاد السابلايم هذا هو هاد اللي باجي تيسيليكت ونكتبو سالي. نديرو كونترول اس انجستريو ونجيو لهنايا. فوالا سالي. هاهي ايوا هاد الحاجة مهمة هادي مزيان فاش بانت هاد سالي صغيرة. انا دابا حنا خدامين في ايفون اكس نورمالمون خاص تبان سالي كبيرة. حاجة مهمة هادي جابت على الوقت نيت مزيان حنا وقعنا في هاد المشكل هذا. هو باش تخدم اي ابليكاسيون هايبريد فهاد لاباج HTML ضروري من هاد السطر هذا. ها هو هاد الميتا فين هو فين هو فين هو ديال او يوزر ديال ديفايس. شتي نديرو كوبي لهذا كوبي كاع. ودابا عاد نحيدو هاد الكود كامل ديال كوردوفا HTML ونديرو دابا عاد نديرو كولي هنايا هيد كولي. اصح لكم هذا الشيء جرى السطر هذا باش المهم سالي. شتو الفرق بين الى كاين هذا السطر و الى حيدناه؟ هنا الى حيدناه تتبقى افيشا لا فورما نتاع لورديناتور. هاي الفورمات اللي بقات افيش هي هادي. واخا درنا ديفايس تليفون هنايا زعما تنقول ليه بلي راه حنا بينا افيشيو في الفورمات تليفون تيبقى تي افيشي ليك فورما نتاع لورديناتور في التليفون. يعني الفون هذا الخط بي افيشي صغير وداكشي كامل غادي افيشي ليك الفورما كي كيما تتبان لنا في البيسي غادي افيشي عليك في التليفون. اما الى زدنا هاد السطر هذا تولي تي افيشي لك كل حاجه على حسب الفورمه اللي فيها. افيشي في التليفون تي افيشي لك فورمه ديال التليفون. الاورديناتور اورديناتور هاي طابليت هاي فورمه طابليت هي هادي. هاي مكتوبه هنا طابليت هاي طابليت هي هادي شتا. فوالا تقريبا احنا كرينا. باقي حوايج مهمين. فوالا كاين دابا هيلو وورد كيما تنقولو لي ديفلوبرز بزاف راه عارفين اش تعني كلمة هيلو وورد. دابا غادي ندوزو غادي نعطيو لهاد البروجي ديالنا لا بلاتفورم اندرويد. هنا في هاد الكوموند لي غادي نديرو دابا غادي نقولو ليه بلي هاد لابليكاسيون غادي نديروها اندرويد. يعني اش غادي ندخلو غادي ندخل نشدو الليان ديال الدوسيات لابليكاسيون نديرو لي كوبي نجيو لهنا نديرو سي دي. كنا ديك الساعه داخلين لداك نوفو دوسي. دابا غادي ندخلو للدوسي اللي فيه لابليكاسيون سي دي. ها هو يوزر ديسكتوب نوفو دوسي تيست اب ونديرو اونتري ندخلو ليه. هنا كوردوفا هاد لا كوموند كوردوفا بلاتفورم اد اندرويد ونديرو اونتري.
هاد لاكوموند هادي اش تدير؟ تزيد في البروجي ديالنا، تزيد بارتي اندرويد في البروجي، وممكن نزيدو عاوتاني كوردوفا بلاتفورم اد اي او اس. غادي يعطينا دوسيي ها هو بلاتفورمز، هنايا بتكري انا بروجي ديال الاندرويد خاصي بالاندرويد، الا درنا اي او اس بتكري انا دوسي اخر خاصي بالاي او اس. ساعات حنا نخدمو على اللي بغينا، بغينا الاندرويد غنبقاو خدامين على اندرويد كاع لي كوموند ديال الاندرويد، بغينا اي او اس منها نبقاو خدامين على لي كوموند ديال اي او اس. صافي، حنا دابا زدنا قلنا ليه هاد الابليكاسيون زيد ليها لابارتي اندرويد. هاي كوردوفا، هاي هي لابليكاسيون هي تيست اب، دخلنا ليها قلنا ليه زيد ليها لابارتي اندرويد، هاو خدام تزيد ليها في لابارتي اندرويد. كاينين دي كوموند، جوج دي كوموند تياخدو شوية الوقت، هو هذا ديال اد البلاتفورم، وخرى ديال البويد اللي غادي نشوفوها، هاديك ديال البويد تاخد وقت طويل، وعلى حساب لورديناتور، وعلى حساب مثلا انا عندي دابا ديل اي 3 تاخد شوية الوقت. اي 5 من طبيعة الحال تاخد وقت قل من اي 3، و اي 7 تاخد قل منهم بجوج. وكاين اللي تاني عندو بي سي اي 7 ما مكونفيكوريش مزيان ار سميتو، غادي ياخد ليه وقت، المهم على حسب الاورديناتور. وهاديك هي مرحلة هي هاديك البويلد. دابا حنا نتسناو البلاتفورم تزاد باش تشوفو يتزاد الدوسيي. انا غادي نحبس دابا باش ما يكونش فيديو طويل، غادي نحبس حتى تزاد البلاتفورم اندرويد ونعاود نرجع لكم. اي فوالا، بعد ما عند الله كمل لينا لاجو ديال البلاتفورم، هاي الكوموند اللي كنا درنا كوردوفا بلاتفورم اد اندرويد. بيزيد شويه تاع لو سكريبت في الاخر، غادي يقول لك سيفر اندرويد XML file. صافي، هنايا تيقول لك بلي راه تاجوتات هاد البلاتفورم، تاجوتات البروجي اللي عندنا هو. هو نورمالمون تاخد 30 ثانية ماكسيموم، 3 دقيقة كاع، انا معرفتش علاش بي سي هيك معايا ولا شي حاجة، خدات ليا تقريبا شي 4 ولا 5 دقايق، ما خصهاش تاخدها نهائيا. فوالا، ندخلو دابا البروجي. ها هو قلنا دبليو دبليو فين كاين الكود اللي تيبان لوتيليزاتور. حنا هنا غادي ندخلو بلاتفورم اش بلاتفورم زدنا، بلاتفورم اندرويد اللي زدنا. دونك غادي ندخلو البلاتفورم، غادي نلقاو اندرويد فقط، ندخلو هاد الدوسي بلاتفورم، هلا نلقاو اندرويد بوحدها شتا اندرويد، وكان دزنا اي او اس من نلقاو تحت اي او اس تاعي. فوالا، دابا عندنا بلاتفورم اندرويد. او فاش تلقاو اندرويد ستوديو، هادشي اللي تلقاو فيه، هما لي فيشي ديال اندرويد ستوديو، هاي المانيفيست، هاي البويلد، جرادل، هاي السيتين جرادل، هاي الرابر جرادل. فوالا، من بعد ما نديرو البويلد اللي غادي نديرو دابا، غادي تزاد لنا واحد توصي اخر هنا سميتو كوردوفا بويلد، هو اللي غادي نلقاو فيه APK، فيشي APK اللي تنصاليو في التليفون. بقات لنا الكوموند، شفنا الكوموند الاولى شنو هي، هي كرييت، كرينا لابليكاسيون، زدنا بلاتفورم اندرويد، بقات لنا كوموند وحده البويلد لهاد لابليكاسيون، وحنا خرجنا ابليكاسيون اندرويد 100% اللي نقدروا نحطوها في بلاي ستور. صافي، ثلاثه لي كوموند. هاي الكوموند الثالثه هي هادي نتاع البويلد، كوردوفا بويلد. المهم بقاو ديما داخلين نفس الدوسي، كوردوفا بويلد اندرويد، ولا ترى اندرويد اللي بغينا حنايا البويلد اونتري. وهاد البويلد هذا غادي ياخذ الوقت شي شويه، هذا تياخذ الوقت اكثر من الكرييتين ديال البلاتفورم، كرياسيون ديال البلاتفورم. علاش؟ حيت هنا فاش يحول كاع هذاك الشيء سي اس اس وجافا سكريبت وهذاك الشيء، كاع هادشي اللي هنايا في داك دبليو دبليو، الباج كاملة غادي يحولها لاش كود جافا، كود ناتيف. هاهو البويلد الاول ساكسيسفل، تبقى دابا تيحول كاع داكشي خدام، دابا تيحول داكشي تيردو جافا و لي كلاس و لي غيتاج.
وهنايا غادي تسمع البيسي ديالكم، بروسيسور غادي تسمع في الفارغ ده ماشي شوية، ما تخافوش عليه. هاي واحد العملية بسيطة بالعمليات اللي تقوم بها البروسيسور. غادي نحبسو تصور شي شوية باش ما يكونش الفيديو عاود تاني طويل. اكمل البويلدز ونتلاقاو مرة البويلدز ونشوفو في شي ابيكا فين كاين باش تقدروا تشيلي كوبيي وتحطوه تبرونشيو التليفون ديالكم في بيوس بي مع بي سي وتجي لو كولي في التليفون ديالكم وتجي لو لي انستالي عادي. وداكشي داكشي اللي درته هنايا غادي تجي غادي يطلع لكم في ابليكاسيون. نستغلو عشية الوقيتة ونديرو عشية تيست بالسي اس اس. فوالا مثلا صالي نحطها في وسط لاباليز اش ان، لاباليز اش ان اش ان، نديرو صالي get codein فوسط هاد لاباليز هادي. نجي نديرو ستايل باك ground color، نديرو تيل color، نديرو white. فوالا نديرو text decoration underline. فوالا عشان انا واحد الكولور مسطري عليها واجيب هذا الشيء كبير شوية. هي هاجي نديرو مثلا اس 5، غادي تبان هاكا، غادي تبان في اس 5 هاد الديزاين نفسو اللي غادي يبان في لابليكاسيون ديالنا. نجيو لهاد البيجين شيني بيكسل. فوالا البويلد كمل، ها هو كمل دغيا مزيان. هذا افونتاج مزيان. ها هو فشحال تاف جوج لي مينوت و خمسة سكوند. دونك غادي نمشيو تاني للبروجي. ها هو غادي نمشيو للبلاتفورمز دابا اندرويد. هاو تزاد لينا بويلد دوسي شتي دوسي سميتو بويلد. غادي نمشيو لاوتبوت ابي كا او فيشي ابي كا عندنا سميتو اندرويد ديبوغ. غنبروشي دابا التليفون ديالي غادي ندير كوبي، غادي نحطو في التليفون ديالي كوبي لهاد ابي كا نحطها في التليفون ديالي ونجي لها كولي في التليفون ونانستاليها. من بعد غادي نوريكم كيفاش هاد الكوموند. هاجي كاينة واحد الكوموند ديال كوردوفا سميتها كوردوفا ران دبل تي دي تي سيس ديفايس. هاجي فاش غادي تانستاليو واحد لوجيسيال صغيور سميتو ا دي بي. فاش تولي دير هاد الكوموند هاجي بلا ما تجي كوبي كولي داكشي، اون فوا دير هاد الكوموند غادي انستالا بوحدها وتافيشها في التليفون ديالك اللي مبرونشي بالكابل مع البيسي. اي فوالا كملنا الكرياسيون الاولى ديال كملنا الكرياسيون ديال لابليكاسيون الاولى ديال كوردوفا بلا اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت. شفنا في كاين لي فيشي، درنا لها البويلد، زدنا لها اجوتينا لها بعدا بلاتفورم اندرويد، درنا البويلد، جبدنا في شي ابي كا اللي هذا هو اللي نقدر نحطو في بلاي ستور. شتي هادي تماما تزاد تحطها في بلاي ستور صافي غادي تطلع لي زيتيزاتور وكلشي.